السيد المسيح أشهر صانع معجزات في التاريخ، وبيعرض عليك إنه يديك معجزة شفاء من أي مرض نفسي أو جسدي بمجرد الصلاة على طقس كوب الماء. هذا الطقس يعطيك الشفاء من أي مرض لأنك بتعلن إيمان بيسوع المسيح بطريقة عملية، لأن الإيمان مش بالكلام، الإيمان بممارسة الإيمان. وهو قال في كتابه العزيز الكتاب المقدس: إن كان لكم إيمان مثل حبة الخردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هنا فيطيعكم. فأنت قوم املى كوباية المية وخلي المية تسمع الصلاة اللي هنقولها مع بعض، واعلن الإيمان في السيد المسيح واشرب كوباية المية. بكده تبقى أنت طلبت طلبة الشفاء من السيد المسيح بنفسه بطريقة عملية مش بطريقة شفوية. فصلي معايا هذه الصلاة، قول: يا رب يسوع، أعترف إنك مت على الصليب من أجلي فداء لي أنا الخاطي، وقمت من بين الأموات، أعبر وراك من عالم الأموات. فاشفي كل مرض في جسدي، كل مرض في نفسي، حسسني بنار الروح القدس تنزل علي بمجرد شرب كوب هذا الماء. بعترف يا رب بيك مخلص على حياتي، وبطلبك إنك توريني مجدك، وإنك تطرد كل مرض من جسدي، كل مرض مسببه الشيطان في جسدي، كل مرض مسبباه الخطايا في جسدي. لا أموت بل أحيا وأخبر بعمل الرب. اليوم بعلن إيماني فيك على الملأ، وكل من يعلن إيمانه فيك معي ينول معجزة شفاء منك يا رب يسوع المسيح. آمين. إن صليت الصلاة دي اشرب كوباية المية. مبروك عليك الشفاء، مبروك عليك، نزل الروح القدس عليك زي نار لهيب على جسدك. روح اعمل تحليلات جديدة، هتلاقي التحليلات بيضة، هيتحول قلبك دلوقتي لقلب رجل آخر، كل عضو تالف في جسدك هيتخلق في جسدك من جديد. احنا ما بندربش الريح، ان انت فعلت هذا الطقس وهذه الصلاة هتنول الشفاء، اما ان رفضت تفعل هذا الطقس فلن تنول الشفاء. ادي الجمل وادي الجمال، وخليك فاكر ان السيد يسوع المسيح الناصري هو اللي شفاك مش اي انسان اخر، هو اللي شفاك مش اي انسان اخر. احنا صلينا مع بعض واحنا اخوات بعض، انا ما عنديش اي مواهب لشفاء الامراض، انا مجرد شخص عادي مؤمن بسيط اعلن الايمان في السيد المسيح، وصليت معاك وانت اعلنت الايمان في السيد المسيح. لكن اقول لك الحق، الحق اقول لك وروح الله القدوس عليا، انك اخذت هذا الخطوة وهذا الايمان ستنول شفاء لكل مرض في جسدك، وسوف ينزل الروح القدس عليك ويحول لحمك لحم طفل صغير. احنا في اخطر شهور قبل مجيء يوم القيامة، عشان كده السيد المسيح بيعلن مجده لجميع الناس وبيقول انا هو، وبيعرف زمانه من يكون. فالوقت، الوقت قريب، استعدوا للقاء إلهكم.